وقدوه وشيخ وعظيم سبع المراجل على كفه مداراتها كم من كريم سبب مدتك سبب مدتك اصبح كريم الناس تبني على طيبك طموحاتها يا سيدي ابو حمدان هذه كلمات احد الشعراء مشعل الشويش له جزيل الشكر وابو حمدان مش غريب عليه لدعم هذه الرياضه ولمتابعه كل صغيره وكبيره كل حدب وكل صوب جات القبائل والشعوب مهمها التحية متجددة متابعينا الكرام بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميلة في هذا السباق التراثي الجميل مع البشرى السارة لجميع المشاركين بالعيدية لجميع المتسابقين شكرا بو حمدان على هذا الدعم والاهتمام الكبير لهذا الموروث الشعبي الكبير هنا ينطلق شوط جديد ينطلق شوطنا السادس يندفع هذا التحدي الجميل والانطلاقات مباشرة أسير مع المركز الأول مع الصدارة مع المقدمة معيد يا معيد هنا إلى العيدية وإلى العيد هذا معيد اللي على المركز الأول يتقدم ويمتط معيد سيف بن حمد بن عبد الله بن مبخوت العامري لكن التسلل الجميل التسلل الجميل تشاهدون هنا مع مياس راشد بن محمد بن عبيد بن هيل الخاطري يتقدم ويمتطي بن نهيل هنا مع الصدارة انتقل هنا مع المركز الثاني التغيير من المركز الثالث هنا حفلة ليمتطيها عبيد بن سالم بن محمد بن عمير الراشدي والتحرك هنا والصلفية وتقدم وتحرك هنا للطام ويقدم لنا للطام سعود بن محمد بن مصلح الأحبابي وصل راعي الإنجازات لكني بعود إلى منطقة الأعلام إلى منطقة الأعلام روح ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الإبداع مع حفلة احتفلي يا حفلة احتفلي واحتفل يا من تمططي حفلة ام عبد الله او عبيد بن سالم بن عبيد بن عمير الراشدية سلك طريق الرشد انطلقوا اهالي مقافة اهالي العين اهالي العين روح ينوم سهل العين روح ينوم سهل العين بابداعاته بتفرده بانطلاقاته سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على الخالي على الخالي هنا بدأ بالأوامر بدأ بالانطلاق الجميل يقدم العروض الجميلة تهانينا والناموس لمالك حفلة واللي راكب حفلة هنا عبيد بن سالم بن محمد بن عمير الراشدي تهانينا لك تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار لحظات الانفراد والوصول إلى خط النهاية بكل أريحية المركز الثاني وصل للطام هنا يركب للطام سعود بن محمد بن حمد مصلح العبابي المركز الثالث كان مع هناك ابداعات وتميز المركز الثالث اللي هو هنا أطلس لأحمد بن حمد بن سالم بن حضيرم الاكتبي المركز الرابع وصل فيه بإبداعاته الجميلة مغادر عثمان بن نواب بن نوح بن أحمد البلوشي والمركز الخامس هناك مع المركز الخامس مياس لراشد بن محمد بن عبيد بن هيل الخاطري والمركز السادس وصل فيه على المركز السادس اللي هو أيضا مياس لمايد بن علي بن سعيد بن حرمل الشامسي المركز السابع وصل فيه
أيضا حتاش لحمدان بن حمد بن مبخوت بن سرور المصوري، والمركز الثامن كان مع المركز الثامن اللي هو أيضا مبعد لسيف بن حمد بن عبد الله بن مبخوت العامري، والمركز التاسع كان مع المركز التاسع اللي هو على المركز التاسع مزاح لأحمد بن مبارك بن سالم بن هضبة الشريفي، والمركز العاشر كان مع المركز العاشر القادم الأداء الجميل هو هديب لحمد بن عمر بن صالح الصيعري. إذا متابعين الكرام نعود للتوقيت الزمني 3:09:05 من الثانية، تهانينا والناموس لمالك حفله واللي راكب حفله عبيد بن سالم بن محمد بن عمير الراشدي، وسلام مغافة سلام على هذا الإبداع الجميل. المركز الثاني 9:16 بالوفاء والتمام، تهانينا وناموس لمالك لطام مسعود بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي على هذا الإبداع الجميل. المركز الثالث هنا 3:19 من الثانية، قدم فيه وتقدم أيضا اللي هو أطلس لأحمد بن حمد بن سالم بن حضير الاكتبي، والمركز الرابع كان مع المركز الرابع هناك 3:23 بالوفاء والتمام اللي هو كان حاضرا بالمركز الرابع. أيضا القادم بأداء جميل هو مغادر لعثمان بن نواب بن أحمد بن أيضا البلوشي، والمركز الخامس 3:24 وجزئين من الثانية وصل فيها اللي وصل بالمركز الخامس بالرقم 5 كان مياس لراشد بن محمد بن عبيد بن هيل الخاطري. تهانينا.